السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صباح، رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل الخطط اللي كنا عم نشتغل عليها بالفيديو الماضي. بنعتذر عن الإطالة، بنعتذر عنكم إن شاء الله. طبعا الهدف كان هو $1,000,000 لازم نجمع. نعطيكم ملخص الأحداث. حاليا بالفيديو الماضي كنا $500 كسر، بهذا الفيديو نحن مشي تقريبا حنوصل $2,000 كسر. فخلينا نشغل الماكينات. طبعا بالفيديو الماضي انا حكيت لكم كم شغله لازم نسويها، اللي هي فول مي مود. الفول مي ما كان شغال، ليش مش معرف؟ والله ما عرفت ليش شغال، مش عارف ليش. كنترول ليفت جي، هلا شكله المود الفول مي خرب، ما بعرف ايش قصته. فالمهم نحن اول اشي بدنا نجيب الماكينه وبعدين نجيب والله ما نعرف ايش نجيب قبل. نجيبه قبل انه نروح اول شيء ننقل هاي الماكينة، اهم شيء الحصادة ننقلها على الارض هذيك، تمام؟ ليش؟ لانه بس نقلناها على الارض بعدين ومن ثم انضن صورة، يعني بنروح بالشحن تنقل. عجب والله صعب بالشحن، لو لازم نلاقينا دوبارة. تعال نحصد على شوي، اقول لك سيبك يا شيخ لا توجع راسك، يمكن صعبة لحد الآن، بارك عم ينتظرني أخلص العقد سلمه إياه. بس طبعا أنا مش ما يطولوا أكثر الماكينات بإيدي وش ما يتعبوا. مجرد ما شفت نزل عقد فيه نفس الماكينات فورا بلغي هذا العقد، بستلم العقد الجديد مباشر. يا كان معلم في تكنيك طبيعي. طبعا سيارة تراكتور منشئة، بس ليش فول مي ما شغالة؟ والله العظيم كان فول مي يا زلمة، شو خرافي هي. جي ما لنا علاقة فيها. لازم ننزل هلا على اليمين، صح 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 على اليمين، لأنه الأرض رقم 13. يب 13. والله كان لازم فوق رحلة. نفس الشي، شلون أنا مروح خلاها من أرضي؟ سؤال جميل صح؟ بومبست كبير سؤالي. والله شلون بدنا نمر من أرضي؟ ما بعرف. المهم هون في عنا الحصادة صار فيها 80%، هاي حصادة جنب أرضي عم تشتغل، هاي بترك الشيوف يلعب بيعرف فيها مهله. والله شلون بدنا نطلع هون؟ السؤال يا معلم، والله أنا محتار بأرضي. هاي هيك بعدين هيك، يب 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 صح 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 سيبي هلا معلم سيبي. يب سيبي هلا على اليمين. تحس حالك بأراضي زراعية نظامي، على اليمين بعدين على اليسار. يب ها هي الأراضي. هلا بدنا نصف الراس نحطه هيك. يب ما بدنا نضيع وقت معها كتير، تمام صفين في سريون، تمام. تمام هلا بنقول له روح معلم اشتغل. والله يا معلم هي بدها تشتغل، تطلع تطليعة طيبة يا. والله شوف العقد بالله يطلع منه مربح كويس. تكسر شوفير، بنرجع لك بعدين شوفير. هلا قبل ما نروح نفضي هي بدنا نروح نعبي لها هي. منين نعبي لها هي؟ والله نروح نجيبها في ايدنا اشرف لنا. اسمع البيك اب وينه؟ حبيبي بيك اب صاحب المهمات المستحيلة، صاحب التدخل السريع. لكن ليش انا عندي بيك اب ومشتري ودافع حقه مصاري يا اخوي؟ مو مشان يخدمني بهيك شغلات؟ لكن تراكتور بيمشي سرعة 40، بدك اياه يروح يجيب لك موارد؟ ايش فيه؟ بس خلينا نفضي شوي من الحصادة مشان ما نوقف ابدا وما نقطع من الشغل. وانا الارض مليانه عشب فيها سموم، ما عرفت اشيل العشب. نعم عم بشيل عشب العالم. وقف شوفير وقف. والله عم بفكر حتى بيها الصوت، ايش رايكم؟ وبستفيد بحقها، ايش بدي اسوي بذبيحها؟ اشتري
والله ما والله اجي اشتري مش عارف. طب هو افضل شيء حاليا اني انا اشتري الارض 22 خالصة تمام حلو، هي تحت مع ماكينة السماء. طيب تمام، بس خلينا ناخد دي من عنده شوي. طب خلينا اصفها يون افصلها. يب، بس قبل ما افصلها هيروح على التراكتور تاني. وينه؟ لا مو انت، خلاص هو خالص يا معلم. الأرض 22 معلم، انت بدك تخدمني خدمة وما عاد تصرف. تمام. طبعا هلق الأرض لأنه هاي خلصنا العقد رقم 22 فلازم نصوري، فرح اخده. تمام، راح امسك مصراته لانه لازم لي مصاري، ما ضل عندي مصاري يعني معلم. 27 بدنا بس نروح نودي له البضاعة. طول بالك، نروح نودي لك يا طول بالك. جي معنا 31000، لا جي ما لنا مصلحة بالقطن، ما لنا مصلحة بهذا الجوز البنت. تمام، فصل لي انت هي، بنروح نشتري لنا صندوقة سماد ونرجع، لازمنا للشغل. شوفير معلم، معلم بيعنا وحدة مواد حافظة هون هون. قال لك بين اثنين معلم، نحتاج له نحطهم في طيز السيارة من ورا. واحد ايه، فلوس مادر، منيح منيح معناته سكرنا العقد. فلوس مادر تمام بومباستيك، بس خلينا نحزم. يب، هلا بنروح بنفضيها بالرقم 15. طلع حتى البيكام كبس من ورا. والله لازم مقربينها شوي لقدام لان صار الوزن كله من ورا. يلا عادي معلم، الان الى اين؟ الى الجهة المقابلة نفضي هاي، وبعد ما نفضي هاي بنروح نفضي الحقل المواد اللي موجودة بالسيارة مشان نروح نسلمها لصاحبها. يب، اوه صوت 80% فضي. اوه انت عبي 80%، اهدي شوي شيخ، لازم ندخل من هون. لا 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 لا، طلع المجرى كل داخل في كهريز. في مجرى مائي. ايش الصوت؟ ايش القطار وصل؟ طب بس خلينا، وين هي كانت؟ اه بالاخر 15. انا ايش لفيت كل اللفة؟ يا زلمة كان دخلت عليه مباشر. حظ غبي. الغباء الغباء تارارا، الغباء منتشر، الغباء منتشر، الغباء. خلينا نصف وراه لشوفير ونعلق به. والله صوت البيك اب تبعي لحاله درعه. دوس كمل كمل شوف يا كمل، روح تيسر. الله بنروح الى وين؟ الى الارض رقم، بدنا نروح نروح هلا وين نفضي التنكة. السيارة عندي بتعبت. يب، الارض رقم 1 السيارة تعبت، لازم نفصل التراس. ايوه هذيك هي، ناخذها ونروح نفضي لها اياها. طبعا الاكل رح يطلع رح اقعد احطه للحيوانات للحصان مباشر، ما بدنا نضيع وقت. طبعا هاي التنكة اللي ضلت بالسيارة لازم نروح نفضيها. والله ما نفضيها، خيو اتركها اساسا، هذاك التراكتور مستاجر واجر انا. هلا
هدي شوفير هدي هدي شوفير هدي ما ظل حدا من قدي. انا تنك هاجي تعبت اذا مو هي الله بعت معلم تنك التاني تعبه يب ديس هير تعبت قلت مو ممكن انا افضي. طيب هو مفضي هذا انا ما اتوقع انه لو طلعنا من هون من الدائر الخارجي ما نوصلنا ما توصل انا عم اجي برضه نطلع طريق ترابي. شوفوا معلم بدنا نطلع هيك والله لفة طويلة معلم بدنا نطلع من عند ال 30 ننزل لعند ال 29 بنلف على اليمين نطلع هيك بنلف ندخل لعندهم يب اوف الفلوس بتطير بسرعة ليش ايش في؟ لا يا عمو لا هدي 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 انا سويت هاي باي وقف ليش باي حجي وقف ليش؟ انا بعبي في ايدي خسارة دمار لا عم قبل شوي كنا زيادة 2000 منيح دبات ابا دمار معلم طلع انت حتى على الطريق طريق جبلي ها يب جبلي ايوه حتى اذا نوينا نطلع له قص ما يطلع السيارة ما عاد تطلع تسزن على الطريق عرض 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 عمي لو في دركسيون اطلع لفة خرافية اما اطلع ليش ما تطلع اوف عم بطلع نروح حتى طلعنا يا شباب واو طلعت والله طالعتها بس ما يكون الطريق بالاخير مسكر يا روعي شكلي طلعت بالطريق الغلط يا معلم ما في طلعة يا الله منين هاد بده يطلع لها هاي لازم جايينها بالقطار يب 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 لازم تقنين البضاعة بالقطار وليس بالسيارات يب 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 هذا الغلط اللي ارتكبناه يا سادة يا مشاهدين
خليني اقول الى هنا ينتهي الحفل الفني صراحة، لانه حوج صار مسكنا كتير عقود. What the fuck man، رديت فضيتي انتي عن حظي. طب على كل حال راح نكمل بالفيديو الجاي ان شاء الله، نعبي الهي ونكمل باقي العقود، لاني صار فيديو شوي طويل فما راح اطول عليكم. بس كونسونا هون نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. سألونا في اليوم فيديو جديد، حلقة جديدة الساعة 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.